طليقك كان بيصبحك بعلقة وبيمسيكي بعلقة، ورحت الشغل مرة عينيكي ورمة من الضرب، صح ولا غلط؟ في إجابة بعد صح أو غلط هتطلبيها مني؟ لا انت قولي. صح صح. كنت بتصبحها بعلقة وتمسيها بعلقة. ليه يا عم في هو انت شايفني وولاك واضربها واصبحها بعلقة ومسيها بعلقة؟ مفيش الكلام ده. ما انت مش قادر على اللي هي فيه. مرة ايه ايه؟ ما انت مش قادر على اللي هي فيه فبتروح مادة ايدك. لا 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 مش قصة مش قادر يا شيخ الحارة، يعني الحمد لله احنا رجالة فبنقدر على كل حاجة، بس هي قصة مش كده. القصة ان هي كانت بتتكلم عن اهلي وحش وخدت اللي فيه النصيب، علشان ما ينفعش تتكلم عن اهلي وحش.